السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخطاب السامي الذي نناقش فيه ونقف بالتحليل على كلمات جلالة الملك المفدى في كلمة جلالته السامية في افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث لم يغب عن جلالة الملك المفدى الاهتمام بالتغيرات المناخية المتسارعة، إذ أصدر جلالته توجيهاته السامية لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، وذلك بتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخية وتبريد الأجواء. ونشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغيرات المناخية المتسارعة، ونتابع توجهات للتخفيف من آثارها على البيئة، ونوجهنا باستمرار تطوير سياساتنا في مواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، بقيام المؤسسات المختصة بتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخية وتبريد الأجواء كالواجهات والمسطحات المائية وتنويع وتكثيف المساحات الزراعية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو المهندسة راوية المناعي، مدير إدارة التنمية الحضرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا. يا هلا. جلالة الملك اهتمام مبالغ وضروري جدا بالوضع البيئي والوضع الحضري في مملكة البحرين. من خلال عملك المباشر في هذا الموضوع، حدثيني عن أكثر عن الاهتمام بالوضع البيئي في المملكة بشكل عام. بداية، الكل يشيد بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تم التركيز على مبادئ ومبادرات، ومن أهمها ما يمس وزارة الأشغال. نعم. والشؤون البلديات والتخطيط العمراني. نعم. حيث تم التركيز على الأمن الغذائي وطبعا الواجهات البحرية والمسطحات المائية وتكثيف المسطحات الزراعية. نعم. فمن هذا المنطلق يعني يأتي دور الوزارة بوضع خطط وبرامج بحيث تترجم هذه الرؤية السامية. نعم. تكون البرامج هاي البرامج تترجم بمشاريع، هي برامج كثيرة ومشاريع كثيرة، ومشاريع بحيث أن تكون هاي البرامج واجهات شواطئ، تكون عندنا مشاريع تصب في زيادة الرقعة الخضراء. نعم. وتتماشى طبعا مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030. أستاذة راوية، أمامي كم هائل من المشاريع التي يجب أن يطلع عليها المشاهد، أيضا المواطن البحريني يكون على علم ودراية كافية بهذا العدد الكبير من المشاريع عندكم: الواجهات البحرية، الاهتمام بالكورنيش، التقاطعات، وأيضا الاهتمام بعدد من المشاريع التجميلية في الكباري وغيرها. حدثيني أكثر، ورح نأخذ بالتفصيل كل مشروع على حدة، حدثيني عن اهتمامكم بالواجهات البحرية. من أكثر المشاريع اللي تهتم فيها الوزارة هي التركيز على الواجهات البحرية، وطبعا تم وضع مجموعة من المواقع بحيث تغطي جميع محافظات المملكة، وذلك بما يتوافق مع ما وضعه المخطط الاستراتيجي، مخطط الهيكل الاستراتيجي للمملكة، وتم إنشاء بعض المواقع كواجهات بحرية وبعضها كشواطئ. وفي خطتنا حاليا مجموعة من المشاريع، ومن المشاريع اللي راح تتنفذ بإذن الله مشروع شاطئ كرزكان. نعم. وهو بيكون شاطئ بحري، وفي طبعا مرافق ترفيهية خدماتية يغطي مساحة إجمالية 9000 متر مربع. نعم. وبيكون ساحل رملي يمتد على 250 متر، فبيكون بعد يعني إضافة للمحافظة الشمالية. ومن هناك بعد بيكون عندنا مجموعة من المشاريع تغطي جميع المحافظات المملكة، كما أن عندنا بعد مجموعة من المشاريع بيتم افتتاحها في القريب العاجل. عندنا كورنيش لبسيتين بطول 2 كيلومتر مربع، كيلومتر طول 2 كيلومتر في محافظة العاصمة، بعد من المشاريع النوعية لأنه هو بالطاقة البديلة، بس أنه هو واجهة بحرية. طيب أنا يعني عندي استفسار، اسمح لي، ما هو الفرق ما بين الواجهة البحرية والكورنيش؟
الواجهة البحرية هي تتوائم مع الكورنيش، وعندنا الشواطئ. الشواطئ يكون ان نوفر شواطئ رملية، فاحنا ندرس الموقع، والموقع هو اللي يكون يحدد لنا المشروع وما يتوائم ان نكون فيه. يكون طبيعة الموقع يكون في وجهة بحرية او يكون في شاطئ للسباحة. مو كل المواقع في مملكة البحرين ممكن ان نخلي عليها شواطئ للسباحة لانها ما تكون آمنة، او ان موقع الساحل، موقع العقار ما يتناسب ان تصميم ساحل في هاي المكان. اذا الواجهات البحرية غالبا هي الاماكن التي يكون على الساحل نوع من انواع المتاجر، المطاعم وغيرها كواجهة بحرية، وكان بالتاكيد الواجهة البحرية المتواجدة بصوب السيتي سنتر من افضل الاماكن التي تم مؤخرا الاهتمام بها. ما هي استراتيجية الوزارة في وضع مثل هذه الخطط؟ الاستراتيجية أول شيء نفكر فيه أنه يكون عندنا توزيع جغرافي على مملكة البحرين، بحيث أن كل محافظة تحصل حقها من المشاريع، وكذلك أن يكون إضافات نوعية من كل مشروع. مثلا عندنا مشروع خليج توبلي يعتبر مشروع نوعي لأنه هو مشروع ترفيهي بيئي، فهو لا طبيعته الخاصة لأنه يقع على خليج توبلي وهو يعتبر محمية بيئية. فهاي المشروع بحد ذاته إضافة نوعية للواجهات. فاحنا قمنا بعمل الوجهة المرحلة الأولى، وهي عبارة عن الممشى والخدمات الموجودة فيه، وضمن خطتنا بإذن الله بيتم إعداد للمرحلة الثانية، والمرحلتين مع بعض راح يشكلون ممشى وجهة بحرية بطول كيلومتر طولي ممشى. هل هنالك أي من المشاريع التي من القريب افتتاحها؟ بإذن الله طبعا مثل ما ذكرت لحضرتك ان البسيتين راح يتم افتتاحه عن قريب، من المشاريع اللي بعد ان شاء الله على نهاية العام بيتم افتتاحه، وهي طبعا تم رصد ميزانية تقارب المليون و1.8 مليون، وهو يعني من المشاريع اللي الوزارة يعني تفتخر فيها لأن كامل المشروع بالطاقة البديلة، وتم مراعاة المشروع أنه يكون في الممشى يكون في تضليل، يكون كل المرافق اللي يحتاجونها المرتادي المماشي تكون موفرة لهم، بحيث أنه ما يكون أي قصور في المشروع. إذن يعني مش بس مساحة خضراء، لا مش بس واجهة بحرية أو كورنيش أو شاطئ، وإنما هنالك آليات أخرى للاهتمام بهذا المكان بشكل عام حتى يكون مكان جذب للمواطن وللسائح أيضا. صح. طيب يعني الاهتمام بالمساحة الخضراء يعد يعني ركيزة أساسية دعا إليها جلالة الملك المفدى، لأنها جزء لا يتجزأ من الاهتمام بالبيئة. حدثيني أكثر عن الرقعة الخضراء في مملكة البحرين. ضمن استراتيجية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توسيعة الرقعة الخضراء، وكنا نعمل عليها، وتم إنشاء ما يقارب 200 حديقة، ويعني بناء توجيهات جلالة الملك سيتم تضمين ضمن برنامج عملنا حدائق أكثر، وبيتم إدراج ضمن استراتيجياتنا توسعه الرقعه الخضراء والمسطحات الخضراء. يندرج تحتها تجميل الميادين والشوارع طبعا بالمسطحات الخضراء. فاحنا نعمل ضمن منظومتنا في الحدائق والمنتزهات وتجميل الشوارع والميادين. فالحدائق عندنا كم يعني من المنتزهات راح يتم افتتاحها في الربع الاول من العام القادم. عندنا منتزه المحرق، حديقة محرق الكبرى، وهي يعني تعادل 9 هكتار من أكبر الحدائق في المملكة. عندنا الحديقة المائية من الحدائق التاريخية في البحرين طبعاً. يعني الكل يتذكرها أي بالضبط. فراح إن شاء الله يتم افتتاحها بعد العام 2020. فهذه يعني نقلة نوعية، منتزهات بهالحجم راح يتم افتتاحهم إن شاء الله على 2020. فهذه إضافة كبيرة حق المسطحات الخضراء في المملكة. إضافة إلى ذلك ضمن برنامجنا هناك عدد من الحدائق في الأحياء السكنية سيتم العمل على تنفيذها. أعتقد أن يعني هذه نوع من المشاريع يتطلب ميزانية ضخمة بالفعل.
يعني هل أقرت الميزانيات لتلك المشاريع؟ لا يتم إنجاز أي مشروع إلا طبعاً بإعداد الدراسات والتخطيط له ورصد الميزانيات. فمثل ما أتفق معك، ميزانياتها كلها ميزانيات ضخمة، يعني تفوق 3 مليون. فهاي الحديقتين، الحديقة المحرق الكبرى فوق 3 مليون، الحديقة المائية من 2.6 مليون. بس الحديقتين لأن كان التخطيط لهم صح، فتم اعتماد الميزانيات وجاري تنفيذهم، وإن شاء الله على العام القادم يتم افتتاحهم والزوار إن شاء الله، يعني والسياح يكونوا موجودين في الحدائق بإذن الله تعالى. يعني يراودني دائما هذا السؤال، هل تقوم الوزارة بين الفترة والأخرى بقياس درجة الحرارة أو تغير المناخ بعد إضافة هذا الكم من الرقعات الخضراء في مملكة البحرين، أو أن هنالك هيئات مختصة في هذا الأمر؟ هو في هيئات ثانية مختصة بهذا الأمر، بس إحنا اللي نقوم فيه بشكل مستمر مع توسعة الرقعة الخضراء بقياس معدلات الرقعة الخضراء في المملكة ونسبة الرقعة الخضراء بالنسبة للشخص. فهذه لأن معدلات، في معدلات عالمية. كم بالنسبة للشخص البحريني؟ البحريني صراحة الحين حاليا 1.7، وهي لا تصل إلى المعدلات العالمية ولا ما نتطلع له. فعلشان كذي احنا حاليا نحاول نزيد ونوسع من الرقعة الخضراء. فعلشان كذي يعني الهكتارات الكبيرة من الحدائق الكبيرة راح نسوي نقلة نوعية عندنا، إضافة عندنا في برامجنا التقاطعات الكبيرة، الشوارع، هذه كلها راح تضيف حق المساحات الرقعة الخضراء وراح ترفع من نصيب الفرد من الرقعة الخضراء ونوصل إن شاء الله حق معدلات عالمية. يعني غالباً وأعتقد أن جميع المواطنين لما نكون تايهين بالسيارة نوعاً ما في بعض الأحياء السكنية إلا ما نصادف حديقة، وهذه الحديقة يكون فيها بعض الأطفال يلعبون وكذا، كيف يتم التعاون بينكم وبين وزارة الإسكان بحيث يتم تجميل هذه الأحياء السكنية؟ في معظم الأحيان يكون في تعاون بين الوزارتين، بحيث أن وزارة الإسكان تخبرنا أن في هاي المواقع تم تعيينها لتكون حدائق أو حتى مماشي في بعض الأحيان. فتقوم الوزارة بالتنسيق طبعا مع المجالس البلدية كدور للمجلس، المجالس البلدية وللأعضاء، أن يتم الإعداد لهذه المشاريع وتكون ضمن خطة الوزارة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات، ونضعها ضمن خطة مشاريعنا وننجز هذه الحدائق ضمن معاييرنا والمعايير اللي حاطينها احنا حق حدائقنا. هل التربة او المكان يخضع لمواصفات بعينها لإقامة رقعة خضراء عليه؟ طبعا احنا المشاريع اللي ننشئها بحيث ان نضيف تربة زراعية، يعني نضطر ان نحسن الاجواء اللي نزرع فيها ونقيم عليها المشاريع. فهذه طبعا هي تكلفات إضافية، تكاليف إضافية تكون في المشروع، بس هذه يعني الواحد الهدف الأسمى اللي يبي يوصل له هو زيادة الرقعة الخضراء. فيتم تحسين التربة طبعا، معالجتها، المياه عندنا يعني مشكلة كبيرة، فنحاول نستخدم طبعا المياه المعالجة. فحين مشاريعنا الشوارع والميادين كلها يتم ريها بالمياه المعالجة، فهذه يعني بعد عامل مساعد حق المساحات الخضراء الكبيرة اللي في الشوارع. كيف يتم التوافق على إقامة كورنيش معين أو تجميل تقاطع معين أو إقامة رقعة خضراء معينة؟ من هي الجهات المسؤولة عن الرأي النهائي في إقامة مثل هذه التجميل للبيئة الخضراء في مملكة البحرين؟ يتم طبعا هو يصير دراسة شاملة للشوارع وخاصة الشوارع الهامة في البحرين، وذلك ضمن استراتيجية وزارة لتجميل الميادين والشوارع الهامة. فإحنا ضمن الميزانيات اللي موجودة في الدولة طبعا نضع الخطة، والخطة دائما تكون وايد طموحة، فاللي نقدر نحققه نحاول نركز على الواجهة البلد. يعني الحين حاليا عندنا مشروع التقاطع الجنبية، لأن طبعا مدخل الجسر والزوار من المملكة العربية السعودية، فقلنا لازم نركز على هاي التقاطع، لكن كان فترة طويلة ما تم زراعته. أنا ما راح أخليه مر مرور الكرام، يعني سوف أتحدث الآن معك عن هذا التقاطع، كيفية
التجميلة وما وصلتم إليه، وأيضا بالنسبة لتقاطع الفاروق، حدثيني أكثر عن تفاصيل تجميل هذه التقاطعات. طبعا من الاستراتيجيات اللي حاطينها نركز على الميادين، والفاروق تقاطع الفاروق من المواقع الاستراتيجية في العاصمة ويجب التركيز عليه، فكان من ضمن خطتنا. تم مسبقا إنجاز المرحلة الأولى منه، وتم إعداد المسطحات الخضراء وإنجازها. حاليا يتم تنفيذ جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ومن المزمع أن ينتهي منه العام المقبل 2020، بس المرحلة الأولى انتهت هي، والكامل المشروع راح يغطي 8 هكتار تقريبا من المسطحات الخضراء. أما الجانبية احنا نتحدث عن بعد، يعني المشروع راح يكمل إن شاء الله في الربع الأول من العام القادم، لأن حين وصل التنفيذ فيه وتحت الإنشاء التنفيذ فيه وصل 50% تقريبا. يعني مهندسة راوية، الكل يسأل عن السواحل التي من الممكن أن يسبح فيها المواطن، يعني حابة شوي وبالتفسير والتفصيل تحدثيني عن خططكم بالنسبة لهذه السواحل. احنا دائما نطمح ان نسوي شواطئ، فان نبحث عن مواقع بالتنسيق طبعا ويا التخطيط العمراني، وطبعا بالرجوع الى المخطط الهيكلي ندور مواقع تصلاح حق شواطئ. وطبعا مثل ما ذكرت شاطئ كرزكان بيكون شاطئ عام يعني، وعندنا من الشواطئ اللي انجزناها شاطئ ساحل البديع، ويعني واقبال شديد عليه. راح يكون بعد ضمن خطتنا طبعا ساحل ابو صبح، هو موجود بس راح يتم تطويره بشكل انه يرتقي ويكون يعني نرفع من مستوى الخدمات اللي موجوده فيه والمرافق، انه يكون في عناصر جذب للزوار والسياح، لان الموقع جدا كبير وجدا يعني يطل بإطلالة جميلة. والساحل المسافة كساحلية كخط ساحلي جدا كبير، فمنستغل ان شاء الله. هل العيون والآبار تقع تحت طائلة الوزارة في عمليات التطوير وغيرها؟ من استراتيجيتنا كذلك في مبادرة لإحياء العيون القديمة. نعم. فوضعنا لنا خطة أن نبحث فنشوف العيون القديمة وكيف إحياء هاي العيون. فمن العيون اللي طبعا الحين راح نبتدي فيها في المراحل القادمة، عندنا عين مغويفة في المحافظة الجنوبية، تم إعداد التصاميم الأولية لها، وحين نعد التصاميم الرسومات التفصيلية فإن شاء الله بنمشي فيها، المشروع بيمشي إن شاء الله. وعندنا مشاريع ثانية بعد تصب في مبادرة إحياء العيون القديمة بعد إن شاء الله في القريب العاجل. جميل جميل. أنا يعني هذه المبادرة يعني فتحت لي مجال أني أسأل عن برنامج إكثار النخيل. يعني البحرين لطالما عرفت بأن هي بلد المليون نخلة، في محاولات لإحياء زراعة النخيل داخل مملكة البحرين. قد يكون ليس الكل على دراية بهذا النوع من المبادرات والبرامج، لكن الآن وانت معي في الاستديو فرصة أن أنا أتعرف مع السادة المشاهدين على هذا النوع من المبادرات والخطط. يعتبر هذا البرنامج من أحلى البرامج لأنه يركز على النخلة، وتبدينا البرنامج هذا العام وبالتحديد في مارس، وقدرنا أن نزرع 1200 فسيلة في مناطق متفرقة في البحرين، وممكن نقول في شارع الشيخ عيسى وتقاطع الشيخ عيسى وتقاطع الشيخ سلمان، وهذه تعتبر المرحلة الأولى، وقاعدين الحين نخطط لتنفيذ المرحلة الثانية لزراعة عدد أكبر من الفسائل. المشاتل يعني عند إعداد هذه الحلقة يعني تفاجأت أن هنالك مجموعة من المشاتل تقع مباشرة تحت إدارة الوزارة. حدثيني عن مشتل عذاري وسياسة تطوير هذا المشتل. مشتل عذاري ارتقى ليكون قسم إنتاج النباتات، لأن دوره صار جدا كبير في الوزارة، لأن حاليا هو صار مزود للنباتات. القسم صار ينتج ما يقارب، القسم ابتدى في 1989،
صار ينتج حاليا ما يقارب 3 مليون زهرة موسمية، وما يقارب 250 ألف شجرة وشجيرة. فصار يزود كل المشاريع البلدية للبلديات ومشاريعنا للحدائق وللشوارع. فإحنا نبي نوصل للاكتفاء، راح يوصلنا إن شاء الله للاكتفاء. وإضافة إلى ذلك إحنا نزود المؤسسات الأهلية كشراكة مجتمعية من الوزارة للمؤسسات الأهلية كمبادرة منا كشراكة مجتمعية مع المجتمع. أنا حقيقة جدا فخورة بهذه الخطط والمبادرات الواسعة التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكنت فعلا أثناء إعداد هذه الحلقة متفاجئة من الكم الهائل من الخطط والمبادرات والعمليات اللامتناهية في تحسين الرقعة الخضراء، والاهتمام بما جاء في كلمة جلالة الملك السامي في افتتاح الدور الانعقادي الثاني للفصل التشريعي الخامس. أنا شاكرة لك بالتأكيد مهندسة راوية المناعي، مدير إدارة التنمية الحضرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. شكرا جزيلا لحضورك معي في الاستديو. أشكر استضافتكم. أعزائي المشاهدين، نعم، قالها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة في كلمة له: نحن إذ نحرص على حماية البيئة في مملكة البحرين، فإننا نؤكد على أن البيئة في البحرين هي موروث وليست نتيجة للتنمية، وهو ما يدفعنا لبذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع كافة وزارات الدولة ومؤسساتها لإيجاد صيغة العمل المشترك للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ويدفعنا ذلك إلى توفير الحلول الجذرية للمشكلات البيئية والتحديات التنموية التي تواجه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. أضام الله علينا نعمة الأمن والأمان في هذه المملكة، وألقاكم غدا بإذن الله.